الفيديو اليوم أريد أسولف بيه عن أشجار الفاكهة عموماً، عموم أشجار الفاكهة بالوسط والجنوب. أنا راح أختص بأماكن الوسط والجنوب، يعني مناطق الفرات الأوسط ومناطق الجنوب. هنا راح أتحدث عنها، ما راح أتحدث عن الأراضي المزروعة والأراضي اللي بيها بساتين، راح أتحدث عن الناس اللي جاي يزرعون جديد. هسه راح أشرح بالتفصيل حتى تعرفون المقصود مالتي. أني راح أتحدث عن أشجار التين كمثال عن باقي أشجار الفاكهة، لأن هي كلها تنطبق عليها نفس التعليمات اللي راح أعطيها ونفس الكلام اللي راح أقوله تنطبق على جميع أشجار الفاكهة، بس التين لتبسيط الأمور راح أخذ مثال فقط أشجار التين أسولف عليها، لأن هي أكثر أنواع أشجار الفاكهة تنزرع عندنا. تجي تقول أريد أزرع أشجار تين، لازم شو أسوي لها؟ تسأل، راح يقولوا لك ازرع فقط مصدات رياح وتعال ازرع أشجار التين. أنا شو أقول لك؟ التين يحتاج عاملين، أما تكون الأرض مزروعة محاصيل حقلية، مثلا محاصيل يعني حقلية أو محاصيل علفية مثل الجت، ممكن يكون الذرة، أو ممكن تزرع ويا مثلا سيسبان مع وجود مصدات الرياح، أو أن توفر له ظل تحت ظلال النخيل. يجي واحد يقول لك لا، أشجار التين ازرع لها فقط مصدات رياح ولازم شمس مباشرة. زين ما يخالف، انت قل له شلون زرع أشجار التين مالتك، المنطقة اللي موجودة بها أشجار التين مالتك اللي زرعها شلونها، راح تروح تلقاها البساتين محاوطة هاي المزرعة مالتها من كل الاتجاهات. أشجار النخيل موجودة بالمنطقة كلها هنا، هاي المنطقة بها رطوبة جوية عالية. أنا عندي هنا مشكلتين، مشكلة أشعة الشمس المباشرة ومشكلة التيارات الهواء الحارة الجافة. من أجي أتحدث عن هاي الأماكن، أماكن الفرات الأوسط والجنوب، أتحدث عن أماكن أغلب الأراضي بيها متروكة، ما مزروعة، على مسافات عشرات الكيلومترات ما مزروعة، ماء قليل، الناس تركت الأراضي مالتها بدأت تبيعها. زين مثلا أجيت أنا اشتريت لقطعة أرض، أجيت أريد أزرعها أشجار تين، سألت قالوا فقط أزرع مصدات رياح وزرعت التين، زرعت مصدات رياح وزرعت التين. اجيت بعدين اجاني شهر تموز شهر اب ما تعد التين، او اي نوع من اشجار الفاكهه ما تتعدها اشجار الفاكهه. اجي اسال، ممكن يقولوا لا اصابات، ممكن يقولوا كميه الماء زائده، ممكن يقولوا كميات الماء قليله. انا من اجي راح اشرح، اقول لك نرجع الى اصل المشكله. اصل المشكله اشعه الشمس المباشره وتيارات الهواء الجافه والأراضي المتروكة الغير مزروعة. راح تقول لي شلون هسه الأراضي المتروكة اللي ما بها مزارع، ما بها بساتين، راح يكون كامل الهواء المحيط بالمزرعة مالتك تيار هواء جاف اللي احنا نسميه سموم، فاقد للرطوبة، ما بي أي رطوبة، وهي أشعة الشمس المباشرة اللي توصل بالظل عندنا 55 54 57 حتى 57 وصلت بالظل، تجي إلى أشعة الشمس المباشرة ممكن توصل حتى 65 حتى 70 درجة تحت أشعة الشمس المباشرة. أنت كإنسان ما تقدر تتحرك تحت أشعة الشمس المباشرة، فكيف النبات هنا مزروع وثابت مكانه تحت أشعة الشمس المباشرة؟ زين راح تقول لي شنو علاقة أشعة الشمس المباشرة بهلاك النباتات؟ ممكن أنا أجي أسقيها، ممكن أغرق القاع وأروح. ما يخالف تغرق القاع وتروح، عدي حالة بالنبات يحمي نفسه بيها. من تجي تيارات هواء حارة جافة حول النبات، النبات راح يطرح بخار الماء بعملية النتح حتى يلطف الأجواء حول الورقة مالته حتى الأوراق مالته ما تحترق، نوع من أنواع الحماية اللي يجريها النبات إلى نفسه. زين إذا أنا عدي مساحة مثلا، عد المزرعة مالتي هاي موجودة ودائر مدائري، ماكو واحد زارع، ماكو واحد عنده بستان، ماكو واحد زارع الأرض مالته أي محاصيل، لا محاصيل حقلية، لا محاصيل حبوب، لا محاصيل علفية، نهائيا ما زرعها نهائيا. اللي أراضي اللي حولي ما مزروعة. زين أنا مثلا زرعت مصدات رياح، راح تجيني تيارات الهواء مصدات الرياح اللي عندي ما راح تصدها، ما راح تكفي هاي مصدات الرياح، ما راح تحجز لي تيارات الهواء الحارة الجافة حتى ما تأثر على النباتات. تجي اجت تيارات الهواء الحارة الجافة ضربت الورقة مع النبات، النبات كرد فعل راح يطلع بعد بخار ماء زاد حتى يلطف الأجواء حوله، راح يطرح بخار ماء أكثر من الماء اللي يمتصه من الجذور،
فبهاي الحالة ايش راح يصير؟ راح يفقد المحتوى المائي اللي موجود بجسم النبات. هاي محل يسولف لك اياها من يقول لك تعال ازرع تين، راح يفقد المحتوى المائي اللي موجود بجسم النبات. فانا بهاي الحالة ايش اسوي؟ لازم احميها من وحدة من الاثنين، اما من اشعة الشمس المباشرة او احميها من تيار الهواء الحارة الجافة. احميها من اشعة الشمس المباشرة شلون؟ اوفر لها ظل، راح اكسر حدة اشعة الشمس. مثلا عندي هسه هذا الظل الاخضر الزراعي، هذا تشوفوه هسه اللي خلفي، هذا هنا انا يحجب لي 75% من اشعة الشمس المباشرة، فتجينا اشعة شمس بس مو حارقة ولا مؤذية للنبات. ممكن اوفرها اذا ما عندي ظل طبيعي، او مثلا اخليها تحت اشجار النخيل، بهاي الحالة حميتها. الطريقة الثانية ما اريد احميها من اشعة الشمس المباشرة، خلي اقول انا اقتنعت واريد اخليها تحت اشعة الشمس المباشرة حتى الشمس مفيدة للنبات، وهي صح الشمس مفيدة للنبات، النبات يحتاج اشعة الشمس بدرجة كبيرة جدا مثل ما يحتاج الماء، بس مو الشمس مال العراق يا عيني، الشمس مال العراق حارقة قاتلة، فلازم توفير حماية مع اشعة الشمس. الحالة الثانية شو اسوي؟ ازرع الارض مالتي محاصيل حقلية، محاصيل علفية، ازرعها مثلا برسيم، ازرعها ذرة، ازرع حتى اذا ازرع السيسبان الموسمي حتى يحمي النبات من تيارات الهواء الحارة الجافة، او ازرع وياها مثلا محاصيل خضر مثلا البانيا الباذنجان، ازرعهن حول النباتات هنا. هاي ايش راح اسوي لهاي النباتات اللي زارعها؟ كل ما يزيد المسطح الاخضر اللي موجود عندي بالمزرعه، كل ما راح يزيد تبخر الماء اللي راح يطي عن طريق عمليه النتح، فهذا راح يلطف لي الاجواء، راح يكسر لي حده تيارات الهواء الحاره الجافه، فراح يقلل من الخطر. خطر اشعه الشمس موجوده، بس اذا كان الهواء الجوي مشبع بالرطوبه فهنا ما راح ياثر عندي على النباتات. فاللي يقول لك لا تخلي التين تحت الظل، من تروح الى مزرعته وتاخذ وياك جهاز قياس الرطوبه وتقيس الرطوبه الموجوده عنده، وتجي تقيس الرطوبه الموجوده عندك بمزرعتك، راح تلاحظ فرق شاسع جدا. فلهذا انا انصح دائما، صار لسنين انصح بيها، كل ما واحد يشتري من عند التين انصح بيه، اقول له اما توفر له ظل او تزرع وياه جت ذره سيسبان، او تزرع وياه محاصيل خضار. هاي هنا راح تقلل لك من الخطر اللي موجود على النباتات، اما قللت خطر اشعه الشمس المباشره او قللت خطر تيارات الهواء الحاره الجافه، لان اذا اجتمع اثنين على النبات، النبات هالك لا محاله. لا تحاول وياه، ممكن يعبر عندك اي، بس يوصل النبات للنص راح تموت اغلب الاغصان مالته، ما راح تحصل من عده ثمر. اشجار الفاكهه عموما، واخذت التين كمثال لان التين اكثر شيء نزرع عندنا بالوسط والجنوب، واكثر شيء موجود بالمشاتل، واكثر شيء الناس ترغب له هو التين، فاخذت مثال عن باقي اشجار الفاكهه. هذا شرح سريع، صح الفيديو طويل بس شرح سريع، واي اسئله ثانيه اجاوبكم عليها ان شاء الله، وان شاء الله اجيكم فيديوهات ثانيه مفصله.